صفة الوضوء. صفة الوضوء. شوازي دزين ششتن. ينوي بقلبه. بدلني يده هنا. يسمي يقول بسم الله. بسم الله دكات. ثم يغسل الكفين استحبابا. أمجر هردو دسي دشوريت وكو مستحب. إلا عندما يستيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. إلا ما قرشو لخوها ثابت لباش خوتن أو بيش أو يدسي بكاتنا ودفرك ودسي دشوريت. ثم يأخذ حفنة من ماء بيد اليمنى. أمجر بدسي راسي هندي أو دبات. يدخل الماء فيه. أو دكات الدميو. يسحب الماء بمنخري. بلوتي أو كرادك يشيت. أتمضمض يدير الماء في فيه. أوكل الدم يا دينيتو دبات. ثم يمج الماء من فيه. أمجر أوكل دردكاتو فريدة ده. ويستنثر بالهواء مع اليد. أمجر بدسي هواكل لوتي دردكات. نعم ثم بعد هذا يغسل الوجه. أمجر باشا ودم شاي دشوريت. من منبت الشعر المعتاد. لو شوينا وكا منبتو درتشوني قشكيتي. إلى أسفل الذقي. هتا خواري لاي شناكي. شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. بو أم لاي جيو هتا هو جيو. مع ما استرسل من اللحية. أوش كابتواني لا سلوي ريشكي بي. ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. أم جار دسي راسي دشوريت لا سري بانجاكان ودسي بيدكا هتا كو أنشككاني. هنا لابد يغسل الكفين لايك في الغسل الأول. ام جا پیویسته واجبه دستی بشوری دست شوشنگی یکم بس نیه ولا یغسل العضد و شانی نشوری. نعم اليمنى ثم اليد اليسرى. دستی راست ام جا دستی چپ. ثم بعد هذا يمسح ولا يغسل الراس. ام جا پاش او سری مسح دکاتو نشوری. يبدا بمقدمه الراس الى قفاه ثم يعود مره اخرى. لسرتا و دست بیا گابو کوتای ام جاده گریت و بشوی نگه خوی. يدخل سباحتي في صماخي اذني. هر دو پنجه شایدمانی دکات ناگویو. يمسح بالابهام ظاهرهما. ام جار با پنجکانی پشتی گوی دست رد. ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين. ام جار پی راسی دشورید لگل خواب رقیده. ولا يغسل الساقين. و خاچی ناشورید. اليمنى ثم الرجل اليسرى. بيشان باي راسي امجار بيتشبي. يستحب ان يخلي الاصابع الرجلين بخنصري. مستحب بيان بانجي بتشوكي بكاتني وبانجكاني بايو. اذا انتهى من الوضوء. اقر دس ينشكي توك. يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. او دعاء دليت كلا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. والله اعلم.